بعد دقايق فيحكى أن معانا الدكتور أحمد دياب، وهنتكلم أكتر عن أسرار الأكل الصحي وروشتة للحياة الصحية. بص يا دكتور، إحنا حاجات كتير قوي بنشتكي منها وهنتكلم فيها أكتر في الحلقة. الناس اللي عندها أنيميا، الناس اللي عندها نقص في الهيموجلوبين، الناس اللي بتشتكي من نقص الكالسيوم، الناس اللي بتشتكي من الأكل بقى، في ناس بالليل تاكل التلاجة كلها وهسألك التفاصيل، يعني ازاي اللي واخدين كالسيوم ومستفيدين منه؟ مثلا. ازاي هنستفيد منه؟ بناكل اكل غني جدا بالحديد، والحديد مش عايز يخش الجلوتين بالظبط. ناخد حديد، والحديد بيفضل ينقص في الجسم، وده مهم قوي. هو الحديد بيروح فين؟ شعرنا بيقع ليه؟ شعرنا بيقع ليه؟ بناكل كويس جدا، بناكل كويس والشعر بيقع، ايه المشكلة؟ ايه العناصر اللي الشعر محتاجها؟ محتاجين نعرفها في الحلقه برضه. يعني النهارده هنتكلم عن سقوط الشعر، وايه الفيتامينات الخاصه بالشعر البشره. والبشره كمان، وازاي ما وفي اكلات حضرتك قلت لي هقولها لك مفاجاه بتخلي ياخر العجز، يعني بتخلينا شباب طول الوقت. خليها في الحلقه. فده سر مهم جدا النهارده. الناس اللي عندها فوبيا من العجز، ايه الاكلات اللي هناكلها تخلينا طول الوقت شباب وحلوين؟ اتفرجوا على الحلقه النهارده.